السلام عليكم إخواني أخواتي، في درس اليوم سأقدم لكم موقع من المواقع التي يمكن أن تعتمد عليها في شراء النطاق أو ما يسمى الدومين أو ما يسمى سيرفر أو إيميل أوفيس مثلا، أو إيميل بروفيشن مثلا، يعني إيميل مثلا ينتهي مثلا باسمك الخاص مثلا إسماعيل أروباس مثلا، الاسم الخاص بك او الموقع الخاص بك الى غير ذلك. او يمكنك انشاء مثلا اخذ الهوستنج او استضافه المواقع او شراء ووردبريس سيكوريتي لماركتينج بهذا الموقع ايضا، واضافه الى شراء الدومين الخاص بك. بالنسبه للموقع اخواني اخواتي، هو على هذا الشكل، يمكن من خلال الدخول له يعني expat.com، يعني شركة معروفة جدا وشركة ايضا عالمية اخواني اخواتي. تجد مثلا فوق هنا الدومين، اذا اردت مثلا رخيصة الدومين، هنا الدومين اضون، هنا مثلا دومين رينيو اسيا دومين نايم اي رخيصة الدومين، اذا اردت مثلا هنا تسجيل الدومين. ايضا لديك هنا مثلا ديزاين الويب سايت ديزاين، اذا اردت مثلا ويب سايت ديزاين اخواني اخواتي، سواء على الووردبريس على الووردبريس ويب بويلد ويب ديزاين، اذا اردت احد يعني الخدمات الخاصه بويب ديزاين مثلا اختار مثلا ويب بويلد بويلدر او بويلدر، تلقى حتى يتم تحميل الصفحه الخاصه مثلا بهذه الصفحه اللي كنشاهد مثلا يعني الويب سايت المتواجد عبر يعني الموقع. تختار مثلا اذا اردت مثلا بيرسونيل، اذا اردت البيزنس هذا البيزنس بلس اونلاين ستور، يعني مثلا اونلاين ستور هنا خاص مثلا بالمتاجر الى غير ذلك. مثلا بيرسونيل هنا الاستضافه، لديك ويب سايت باج، لديك ويب ويلد بيس ويب سايت هنا 50 اي تايم، هنا 50 تايم دروب ويب سايت، لديك 1 جيجا ستور و 100 جيجا في الباندويتش، وايضا واحد ايميل اكونت 7/24 يعني سبورت، ثم واحد دومين، يعني هذه الاستضافه الرخيصه الخاص بالويب سايت اخواني اخواتي، اللي كان مثلا خاص بهذه بالويب ديزاين. ايضا لديك مثلا هنا الايميل اوفيس ايميل يعني اوفيس 365، واذا كان لديك بزنس ايميل، اذا اردت مثلا هنا البزنس ايميل تختار مثلا بزنس ايميل ينتهي مثلا باسمك الشركه الخاصه او موقعك الخاص الى غير ذلك، فقط تكخي مثلا هنا لدير مثلا هنا الادريس، هنا الاروباس، هنا هنا الاسم مثلا الموقع الخاص بك اخواني اخواتي، تقوم ب يعني بوضع الطلبيه لحسب مثلا لحسب الاوزر. مثلا لدينا مثلا هنا 10 اوزر، يعني 10 اوزر مثلا، لديك مثلا هنا الايميلات الفرعيه، يمكن ان تنشئ مثلا سبور مثلا ارباص مثلا dogivlog.com، مثلا انشاء مثلا بريس ارباص dogivlog.com الى غير ذلك، يعني 10 اسماء يمكن ان تنشئ بها يعني الايميلات، او اذا لديك مثلا فريق متعدد او غير ذلك. هنا 5 حسابات لديك 3.99 في يعني في الشهر، الدفع عبر البيبر الى غير ذلك. حسنا، ايضا لديك هنا الخدمات الخاصه بالووردبريس هوستنج، لديك هنا اذا اردت مثلا الاستفاده من هوستنج خاصه فقط بالووردبريس تسجل مثلا هذا الشكل. لديك مثلا هنا ويب بلوجر، ويب يعني ويب يعني ووردبريس بلوجر، لديك ويب لايت، ويب استنير، ويب بلس، وكل يعني لديها ميزتها الخاصه. بالاضافه الى ذلك اخواني اخواتي، لديك ايضا هنا الهوستنج، لديهم الهوستنج ويب هوستنج متنوع على حسب يعني الهوستنج الذي تريده. اذا اردت ايضا انشاء الهوستنج الخاص بك او مو او استضافه المواقع، تختار الاستضافه التي تريد. هناك ايكونومي لديك 2.2 رخيصه جدا يعني مقارنه ببعض الشركات الاخرى، لديك 2.99، لديك 4.99، وكل واحد لديها يعني الكاتيجوري الخاص بها او بالاحرى المميزات الخاصة بها. مثلا هنا الاستضافة الرخيصة في الشهر لديك 2.99 في الشهر، في العام تقريبا ستساوي تقريبا 12 دولار إلى غير ذلك، أيضا هنا 4 وأيضا هنا 6. بالإضافة إلى ذلك هنا لدينا السيرفر إخواني أخواتي، لديك هنا الإس في بي إس هوستنج، لديك آسيا الإس دي سي سيرفر هنا خاص بالإر دي بي إلى غير ذلك، لوكيشن إخواني أخواتي عندنا لوكيشن أو الموقع الخاص بهم إلى يعني الخاص بهذه الشركة. هنا ايضا سيرفر، اذا اردت مثلا سيرفر مثلا هنا، اذا اردت مثلا ديكتي حاسوب يعني يمكنك التحكم فيه عن بعد، قد اقول مثلا ماذا اقول لكم، يعني حاسوب يمكن التحكم فيه عن بعد او سيرفر يمكن تتحكم فيه عن بعد اخواني اخواتي، تختار احد الخطط التي تريدها. كما تشاهدون 20 تيرا بايت باندويتش في 3
ديكسي الاي بي اس 1 جيجا بايت سيكوند بورت سبيد الى غير ذلك اخواني اخواتي. تمنوا 9.9 في الشهر بطبيعه الحال اخواني اخواتي. هنا الماركتينج اداره مثلا مع السي او غادي نقول جوجل ادورد فيسبوك اس هذا هو الراعي اخواني اخواتي في الموقع. يمكنك من خلال الموقع مثلا اداره حملات اعلانيه متنوعه سواء على جوجل اد فيسبوك يعني اس ايميل ماركتينج رينج جوجل اس سي او مثلا اختار مثلا فيسبوك اس اداره حملات في اعلانيه عبر الفيسبوك اس اخواني اخواتي. هم يقومون بدل منك ذلك. هناك الباسيك مثلا 40 دولار ايضا هنا 184 لديك هنا مود ميديا سبيند 200 دولار فيسبوك لايك البوست الفاير وايس ترافيك الى غير ذلك. كل المميزات الخاصه في هذه الكاتيجوري اخواني اخواتي. يعني هم يقومون بحملات اعلانيه يعني لمده مثلا شهر يخسر لك 200 دولار 400 دولار على حسب مده الذي تريدها من خلال الحمله الاعلانيه. ايضا لديهم مثلا حملات اعلانيه ايضا اخرى من خلال جوجل ادورد. يمكن كانت هنا تعمل حملات اعلانيه يعملوا لك عبر الاحرى هم حملات اعلانيه عبر جوجل ادورد كما تشاهد هنا. يعني موقع متكامل تقريبا هنا حسب الحملات الاعلانيه المختلفه اخواني اخواتي كما تشاهد هنا. يعني موقع تقريبا متكامل اخواني اخواتي. فقط ما عليك ان تختار مثلا يعني الماركتينغ الذي تريده او نوع الماركتينغ الذي تريده وهم يقومون لك بهذه الحمله الاعلانيه. مثلا ساختار مثلا اذا اردت مثلا انشاء دومين او مثلا انشاء مثلا نطاق خاص بك. النطاق الخاص بك هو 7.99 ليميتد تايم اونلاين اونلاين. يعني مثلا ساختار مثلا دوغي مثلا او من الاحرى ساختار مثلا هنا دوغي مثلا فلوج مثلا 12 على سبيل المثال دوت مثلا كوم. ثم هنا شيك اون اوردر دومين ثم تضع حتى يتم يعني البحث عن الدومين هل متواجد او غير متوفر اخواني اخواتي. بعد ذلك يمكن ان تقوم يعني بالدفع لهم الثمن الذي يحددون لك في بعد اختيارك النطاق الذي تريده لموقعك الخاص كما تشاهد هنا. يعني مثلا هنا دوت كوم هذا متوفر بطبيعه الحال. يمكنك ان يعني ان نقوم بانشاء دوكي فلوج مثلا 12 دوت كوم يعني ييرز واحد سنه ب 11.99. وايضا الباقي ايضا يمكن اختيار يعني نطاقات اخرى على حسب الذي تريد سواء نايس سواء بلوجز سواء انفوس سواء بيز بلوج دوت كوم الى غير ذلك. يعني على حسب النطاق الذي تريده. وبطبيعه الحال الدفع يكون دفع سنوي وليس شهري. يعني دفع سنوي اخواني اخواتي. تقريبا هذا هو يعني الشق العام الخاص بالموقع او كيف تقوم يعني بشراء دومين او غير ذلك او هوستنج او غير ذلك. فبهذه الطريقه اخواني اخواتي يمكن ان تعتمد على هذا الموقع او تعتمد على مواقع اخرى. فهناك العديد من المواقع تشبه هذه المواقع اخواني اخواتي تكون ربما يعني ارخص من هذه المواقع وسنقوم بالتطرق لها ان شاء الله في دروس قادمه. بالنسبه للدفع اخواني اخواتي فقط كم واحد لديك هنا الماستر كارد لديك فيزا لديك البيبال اذا عندك بنوك اخرى قد تجدها ايضا عبر هذا الموقع اكزا بيت. هذا كل شيء اخواني اخواتي حول هذا الموقع. موقع بسيط جدا يمكن ان تعتمد عليه. نضرب لكم موعد اخواني اخواتي في الشرح القادم. لا تنسى يعني متابعه عبر قناتنا وايضا اشتراك داخل قناتي لتتبع مجموعه من الدروس التي قد نقوم بطرحها اخواني اخواتي. اعانكم الله.